السوقية الوطنية. معي عبر الهاتف الدكتور سمير والي الناطق الرسمي باسم نقابة الصيادلة المعتمدين. دكتور صباح الخير، أهلا بك. صباح الخير أستاذ بلال. أهلا بك. إذا بداية ربما بتصريحات وزير الصناعة الصيدلانية الذي يعبر عن امتعاضه من مردودية مجمع صيدال في تغطية السوق الوطنية. حقيقة في الأيام الماضية شهدنا أنه في تذبذب بتزويد السوق الوطنية بالأدوية، هل هذا راجع إلى مردودية عمل صيدال أم في التوزيع؟ السلام عليكم. نعم، صيدال كما يخفى الجميع كانت من الشركات العملاقة لصناعة الأدوية، وهي كانت فخر الصناعة الدوائية الجزائرية. كان عندها عدد جد معتبر من الأدوية اللي كانت تغطي نسبة كبيرة من السوق الوطنية. كانت وحدها تغطي تقريبا 30 أو 40% من السوق الوطنية من الاحتياجات الدوائية، ولكن مع مرور الوقت نلاحظ أن هناك عدة أدوية قد تخلص صيدال عن صناعتها، وكذلك أدوية راهي مفقودة تماما عن السوق وأدوية متذبذبة كذلك. هذا الشيء نأسف له، ونحن كنقابة وطنية ونقابة مواطنة وكنقابة تهتم بالشأن العام كذلك نطلب وطلبنا كثيرا من السلطات أنها تعيد إحياء الدورة الريادية لصيدال في الصناعة الدوائية الجزائرية، لأنه المصانع تاعها منتشرة عبر الوطن، الكوادر والخبرة تاعها تمكنها أنها تحتل مركز مرموق في السوق الوطنية، وكذلك حتى التصدير. حتى المواطنين عندهم ثقة كبيرة في الأدوية المنتجة من عند صيدال، لذلك احنا كنا قد طالبنا إحياء العمل بمصانع صيدال اللي كانت تقريبا شبه متوقفة أو ناقصة في التغطية تاع احتياجات السوق الوطنية. طيب، إضافة على ذلك وزير الصناعة قد صرح، الصيدلانية بطبيعة الحال قد صرح بأنه ستكون هناك إجراءات لرفع العراقيل أمام المستثمرين في إنتاج المواد الصيدلانية. هل الجزائر بحاجة إلى شركات خاصة في الجانب الصناعة الصيدلانية؟ نعم، الحمد لله النسيج الصناعي الصيدلاني الجزائري راه في تطور مستمر، وهناك مصانع عدة للخواص راهي تغطي نسبة معتبرة من الإنتاج الوطني والاستهلاك الوطني كذلك، ولكن يبقى هناك بعض العراقيل، عراقيل الزارية، عراقيل التوزيع، عراقيل في الإنتاج بعض الأدوية، لأن هناك في البداية كان تركيز على بعض الأصناف الدوائية اللي كانت يقدر يشوفها المنتج أنها مربحة أكثر من أدوية أخرى. كانوا نجد أنه أدوية عندها عدة أدوية جانسة، هناك أدوية غير مصنعة تماما في الجزائر، لذلك احنا طالبنا من وزارة الصناعة الصيدلانية أنها تقنن عملية إنتاج الأدوية، لأنه ما نقدرش نعطيو الاعتمادات للناس باش تنتج نفس الأدوية اللي راهي منتجة محليا. إذا كان عندنا مصنع دواء عندنا 2 أو 3 أو 4 أصناف، لماذا نزيدو نصنعو هذا الدواء؟ هناك أدوية اللي راهي ماهيش منتجة كامل، هناك بعض التكنولوجيات الجديدة اللي الجزائر محتاجة لها. احنا طالبنا من وزارة الصناعة الصيدلانية أنها تتحول إلى هذا الجانب، وأنها تعين المصنعين الوطنيين خواص أو عموميين أنهم يتجهوا لهذه الأدوية اللي راهي ناقصة واللي راهي غير متوفرة تماما من حيث الإنتاج ومن حيث التسويق في الجزائر. جميل. في لقاءات أيضا تشاورة بين وزارة الصحة والشركاء والشركاء الاقتصاديين وأيضا الاجتماعيين لتحسين مستوى عمل الصيادلة في الجزائر. سؤال مطروح، إلى متى ستبقى الجزائر تستورد الأدوية وأيضا تعتمد على ما يسمى بأدوية الكابا؟ والله هناك شقين في السؤال هذا، يعني تعتمد على استيراد الأدوية، ما كانش حتى الدولة اللي ما تستوردش الأدوية، هذه من غير المعقول أن تكون هناك دولة اللي راح تكتفي 100% دول عظمى في صناعة الأدوية راهي تقدر تستورد الأدوية. المشكل ماشي في استيراد الأدوية، نقدروا حنايا نستوردوا أدوية نحتاجوها ونصدروا أدوية اللي راهي عندنا متوفرة، ونديروا توازن ما بين الاستيراد والتصدير باش نحافظوا على العملة الصعبة. هناك أدوية اللي راح تبقى نجيبوها من الخارج، لأنه الترانسفير التكنولوجي، نقل التكنولوجيا راح يكون صعيب جدا علينا باش نجيبوه، وراح نخلصوا أموال باهظة باش ناخذوا هذه الأصناف الدوائية.
الدوائية. هناك أدوية جديدة اللي حتكون متوفرة في السوق العالمية اللي لازم لها مدة من الزمن باش تطيح في الإنتاج العالمي باش نقدر احنا نخدموها هنا في الجزائر. لذلك باش نستغنوا عن الاستيراد 100% هذا شيء ما نظنش واقع. أما أدوية القابة هم أدوية اللي الناس تضطر أنها تروح تجيبهم لعدم توفر الأدوية هنا في الجزائر. وكان ما كانش هناك اضطراب في سوق الدواء الجزائري إلى نقص بعض الأدوية اللي راهي ماهيش متوفرة، ما يروحش الناس باش يروح يجيب الأدوية تاع الكعبة هذه اللي راح يستوردها بطرق غير شرعية. احنا كنقابة ضد استعمال وبيع الأدوية تاع الكعبة هذوما، ونحن نطالب من السلطات المعنية وكذلك من الفروع النظامية أنها تحارب هذه الظاهرة، لأنها ظاهرة قد تشكل خطورة كبيرة صحة المواطن، لأن هذه الأدوية غير مراقبة، هذه الأدوية دخلت بطريقة غير شرعية، والمواطن يقدر أنه يصاب بحوايج اللي ماهمش ملاح إذا استعمل أدوية اللي ماهيش سايدة على الطرق القانونية للاستيراد. لذلك احنا نطالب بالإسراع في توفير الدواء للمواطنين حتى ما تكونش هناك ذريعة لبعض المختصين في الصحة أنهم يطالبوا من المرضى أنهم يحضروا صنف دواء معين باش يروحوا ويكلف روحه. إذا كان الدواء الجزائري اللي كان متوفر السعر تاعه 200 دينار جزائري راح اللي مستورد بطريقة غير شرعية هذه راح يدخل في المضاربة وفي الإرهاق كاهل المواطن، راح يتباع ب 2000 أو 3000 دينار جزائري. راك تشوف الفرق ما بين السعر، والنتيجة أنه دواء غير مراقب وغير مستورد بطريقة شرعية ويقدر يشكل خطر على الصحة العمومية للمواطنين الجزائريين، وكذلك هو باب من أبواب تحريف الأموال وكذا. بالك ما دام راح داخل بطريقة غير شرعية ما نقدرش نعرفوا وش فيه والله وش قادر ينتج من بعده. لذلك احنا نطالب بمحاربة هذه الظاهرة، ونحن كنقابة وطنية في هذه الجزائر المتمادين نطالب من السلطات وأنا نسعى وأنا نحارب هذه الظاهرة. وكذلك ما لازمش نخليه المواطن في رحلة البحث المستمر عن الأدوية، لأنه كثير من الأدوية راهي متذبذبة أو مفقودة في السوق. في نقطة أيضا شدد عليها وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، وقال بأنه يجب بعث صناعة صيدلانية ذات جودة، أكد على جودة في الصناعة الصيدلانية. لما نتحدث عن الجودة، هل ما يتم إنتاجه في الجزائر هو ناقص للجودة؟ والله احنا عندنا بقيت سنوات احنا نستعمله في الأدوية المصنعة محليا، سواء من منتجين محليين أو العموميين الخواص أو العموميين. هناك مخابر لمراقبة الجودة، ولكن الوزير هو صرح بهذه التصريح وراه أدرى، لأنه هو الشخص الأول المسؤول على هذا القطاع، يقدر يكون عنده معلومات احنا ما نكونوش عندنا. احنا رانا نلاحظ أن هناك الأدوية راهي مستعملة بطريقة واسعة وراهي ذات جودة مليحة، نستعمل فيها جميعا كمواطنين جزائريين وخاضع على الرقابة. هناك بعض الأحيان يكونوا دي رابيل دورو، يعني المخابر تاع المراقبة أنها تشكب لي فيها دواء هذا فيه خلل راح تعاود تسحبه من السوق، وهذا أمر صحي ومتواجد في جميع دول العالم. ونشوفوا باللي أغلبية المصنعين راهم عندهم لي بون براتيك دو فابريكاسيون، ثم طرق التصنيع ذات الجودة، وكثير من المصنعين راهم عندهم الاعتمادات من عند السلطات الدوائية العالمية كلا FDA أو لاجونس أوروبيان دو ميديكامون، وقادر حتى الأدوية تاعهم يتصدروا. هناك أدوية طبعا بعض المخابر الجزائرية اللي راح يتصدر في الدواء الخارج، لو كان ما جاش دواء ذو جودة راح ما يكونش هناك قابلية أنه يكون متصدر للسوق العالمية. لذلك احنا نشوف الوزير وين راه حاب الموضوع هذا، وين شاف النقطه تاع الخلل هو اللي يقدر يعالجها، ونحن نعطيه جميع الامكانيات والخبرات تاعنا احنا كصيادله في المدينه، صيادله معتمدين، ان نعاونوا باش نهضوا بصناعه صيدلانيه. واي خطا ولا اي مشكل نشوفوه في الدواء نحن ملزمون كصيادله قانونيا ان نبلغوا السلطة المخولة لذلك لا فارماكو فيجيلونس بأنه هناك أعراض جانبية أو هناك خلل في استعمال هذا الدواء أو دواء آخر، وراح تكون الاستجابة سريعة ويكون السحب تاع الدواء مباشرة. والحمد لله ما كانش مشاكل صحية نتجت عن استهلاك هذه الأدوية.
في نقطة أيضا مهمة في ما يتعلق باللقاءات التشاورية بين وزارة الصحة والشركاء الاجتماعيين حول تحسين وضعية وظروف العمل فيما يتعلق بالصيادلة. لحد الساعة ربما لم يتم تحديد موعد هذه اللقاءات، لكن فحوى اللقاءات في نظركم وبطبيعة الحال ستكونوا حاضرين في هذه اللقاءات، على أي وتر ستلعب نقابات الصيادلة لتحسين مستوى عمل هذه الفئة؟ نعم، هناك العديد من المشاكل والعديد من الملفات اللي راهي ما زالت عالقة، وحنا حابين تتجاوب معنا وزارة الصحة أن باش نحلوهم. هناك المشاكل الكبيرة اللي راهي تجي يعني يتلقاها الصيدلي في الممارسة اليومية تاعو، خصوصا في المناوبة، خصوصا في صرف الأدوية المصنفة كأدوية ذات تأثير عقلي. هناك كذلك احنا حبينا باش نسرعوا من استصدار القوانين المتعلقة بقانون الصحة تاع 2018. هذه جميع المشاكل حنستناو في وزارة الصحة أنها اللقاء يكون معها باش نفتحوا هذه الورشات، لأنه كما تعلمون شاركنا احنا في الجلسات التشاورية تاع إثراء قانون الصحة واللي كان فتح رئيس الجمهورية، وحنا قدمنا الاقتراحات تاعنا ورانا نستناو باش نزيدوا في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله نزيدوا نعطيو لهم المقترحات الجديدة حتى نحلحل هذه القضايا اللي راهي تقرق الصيادلة وتغرق المواطنين كذلك. ومادام أبواب الحوار راهي مفتوحة مع الوزارات الوصية، الحمد لله الاقتراحات حنا عندنا، احنا عندنا قوة الاقتراح، وحنا ثاني راح نوصلوا صوت الصيادلة إلى المسؤولين وإن شاء الله ياخذوها بعين الاعتبار لإثراء هذا الموضوع وكذلك للتقليل ولا حل المشاكل اللي راهي عالقة إلى حد الساعة. إذن في بعض النقاط التي يجب الحديث عنها فيما يتعلق أيضا بحماية الصيادلة، وهي النقطة المحورية والجوهرية التي يتحدث عليها العديد من النقابيين في على مستوى الصيادلة، ربما كيف ستتعامل النقابات مع هذا الطرح؟ نعم، احنا اعطينا اقتراحات قبل استصدار القانون تاع 2019 تاع الحمايه الوقايه الاداريه من استعمال المؤثرات العقليه. نلاحظ انه هناك كثير من التهديدات، كثير من الاعتداءات على الصيادله اللي راهم يواجهوها في العمل اليومي تاعهم، وهذا شيء غير مقبول. احنا طالبنا بتوفير الوصفات الإلكترونية، الوصفات ذات الاستعمال الواحد وهي المؤمنة، هي القادرة أنها تتكفل بأنه المريض يأخذ وصفة واحدة كل 3 أشهر، ما يعانيش أنه يبحث عن هذا الوصفة تاع في جميع الصيدليات، يقدر ما يصرفوها لوش، لأنه كما لاحظنا هناك كثير من المشاكل في استعمال الوصفات الثلاثية اللي راهي حاليا معتمدة. احنا طالبنا أن تكون هناك وصفة مؤمنة، الصيدلي عنده وصفة يصرفها كل 3 أشهر للمريض الواحد، أن المريض ممكن يروح للطبيب واحد آخر يقول له اصرف لي هذا نفس الدواء، يقول له لا راك ديته عندك أسبوع أو أسبوعين من قبل، ما نقدرش نزيد نوصف لك هذه الوصفة، ويكون جميع الأطباء راهم على علم بلي كانت هناك تحررت وصفة، وجميع الصيدلة على بالهم بلي هذه الوصفة راهي صرفت مرة واحدة، راح نأمنوا ونتفادوا بالكثير من المشاكل اللي رانا واقعين فيها. لأن نشوفوا بعض التهديدات، بعض الاعتداءات اللي راه يوميا راهم يعانيوا منها الصيادله، واحد يكسروا له الصيدليه تاعو، واحد حرقوا له الصيدليه تاعو، وكاين هناك حتى الصيادله اللي ماتوا هما ربي يرحمهم وهما يؤديوا في الواجب المهني تاعهم. شكرا جزيلا لك دكتور سمير والي، ناطق رسمي باسم نقابه الصيادله المعتمدين، كنت معي عبر الهاتف في هذا الملف، شكرا جزيلا لك.